أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: لقد نويت بعد حفظي للسفارينية أن أبدأ بحفظ سلم الوصول للشيخ حافظ الحكمي، ثم أبدأ بحفظ نونية ابن القيم رحمهم الله، فهل فيها من الأدب ما يكفي ويغني عن حفظ منظومة الآداب، حيث إني لا أريد أن أزحم نفسي في حفظ 3 متون في وقت واحد؟ أول شيء ما هو المطلوب الحفظ فقط، مطلوب القراءة على أهل العلم. فإذا كنت تحفظ وتقرأ على أهل العلم ويشرحون لك هذه المحفوظات هذا شيء طيب، أما أنك تقتصر على الحفظ فقط بدون أنك تجلس إلى عالم يشرح لك هذا الكتاب الذي حفظته ويوضحه لك، فهذا الحفظ لا يجديك شيئا، بل يصبح تعبا بلا فائدة. أما أنك تحفظ كذا أو تحفظ كذا، أن تحفظ ما يسهل عليك، تحفظ ما يسهل عليك، ولا يغني حفظ النونية وحفظ المتون التي ذكرت، ما يغني عن حفظ منظومة الآداب. هذا شيء، وذيك أشياء أخرى، هذاك شيء وهذيك أشياء أخرى. نعم.